هنا بقى نبدأ مع حضراتكم ونتكلم عن منتخب مصر، ونتكلم هنا خلاص في دور ال 16 بطولة أمم إفريقيا بعد فوزنا على السودان، وعندنا مباراة أعتقد قوية جدا كمان أمام كوت ديفوار اللي اتغلبت على الجزائر، وده برضو كان عليه علامة استفهام أو الناس كانت مستغربة يا كريم، لأن الجزائر زي ما أنتم عارفين وزي ما حضراتكم عارفين هو فريق أو منتخب مش سهل، ففكرة هنا الفوز 3-1 وإطاحة برضو كوت ديفوار بالجزائر بره البطولة ده ما كانش ماتش طبيعي، يعني فعلا ظهر فيه لاعبي كوت ديفوار بقى الحق يقال بمنتهى القوة. والغريب كمان زي ما كنت بقول لحضراتكم ان المنتخب الجزائر برضو ما كانش في حالته الطبيعية، صحيح. يعني البطولة دي كلها اصلا فيها امور غير متوقعة، ودي على فكرة بتبقى حاجة حلوة مش وحشة، يعني دي حاجة اعتقد ان هي ايجابية، لكن احنا هنتكلم عن ماتشنا اللي هيكون يوم الاربعاء الساعة 6 باذن الله. هتكون مواجهة صعبة؟ اه هتكون مواجهة صعبة هتليق، بس احنا عايزينها ان هي تليق في الاول في الاخر بقيمة الفراعنة، خاصة ان انت بتتكلم هنا كريم برضو تاريخ مواجهتنا مع المنتخب الايفواري يعني في افريقيا بينصفنا، صحيح. لو احنا رجعنا بلغه الارقام احنا تواجهنا 10 مرات فوزنا في 7 خسرنا مره وتعادلنا في 2، لكن برضه هنرجع تقول تاني مفيش حاجه مضمونه، والتاريخ ان كان شيء بيبقى مشرف بس برضه هو مش عنوان لفوز باي بطوله، احنا لازم برضه نشتغل ومفيش حاجه اسمها مباراه سهله او مضمونه، يمكن الواقع هو اللي اكد ده، بس احنا باذن الله هنعمل افضل ما عندنا، هو ده اللي جماهير مصر منتظراه، احنا مش عايزين غير ان يعني العب بالشكل اللي يليق بينا. وحاجه برضه عايز اقولها كريم لو تتفق معايا بصراحه، شاهدنا الفترة الأخيرة بعض التعليقات السخيفة إن صح التعبير عن لعيبة منتخبنا، أنا مش شايفة إن ده يعني تصرف لائق، آه إحنا ممكن نزعل، إحنا ممكن نتساءل، إحنا ممكن ما عجبناش تصريحات المدير الفني، لكن إن أنا أقلل من المنتخب بتاعي لا، غير مسموح، لان انا لو حد اتكلم على حد من المنتخب بتاعي المفروض ان انا اللي دافع عنه حتى لو انا مش راضي على الاداء في الملعب، لكن انا العيبه تطلع مني وانا هسميها عيبه على فكره، اعتقد دي شيء او ده شيء ما كانش لطيف ابدا.